دائما ما تكون الصحراء مليئة بحكايات عن الجن والعفاريت، فمن المعروف إن الجن تفضل أن تسكن المناطق البعيدة التي لا يقربها الإنسان، خصوصا في الصحاري والجبال والأودية العميقة التي يصعب الوصول إليها. فما الحقيقة وراء وادي عبقر؟ من المعروف أن الجن يعيشون ويسكنون ضمن مجموعة كبيرة، فلا يقتصر المسكن على واحد أو اثنين، وإنما أكثر من ذلك، ولذلك يطلق عليه أحياناً بمملكة الجن. وصحراء العرب ووديانها نبع الكثير من الحكايات والأساطير والشائعات عن الجن على مر العصور. وأشهر وديان العرب الذي تحوم حوله العديد من الحكايات والأساطير هو وادي عبقر الملقب بوادي شعراء الجن. فما هي حكاية وادي عبقر؟ يقع وادي عبقر في شبه الجزيرة العربية، وتحديداً في بلاد اليمن في حدودها الشرقية مع سلطنة عمان. ويذكر أن الأقاويل والروايات تكاثرت حول المكان الصحيح لوادي عبقر، ومن هذه الروايات يقال إن وادي عبقر هو أحد الوديان العميقة الموجودة بالقرب من جبال مكة، ومن الآراء الأخرى أنه يوجد في جبال نجد والحجاز، ولكن الأصح هو أنه يوجد في اليمن. وقد سمي بعبقر نسبة إلى جبل عبقر حيث يقع الوادي أسفله، وسمي بعبقر نسبة إلى أحد القبائل الحجازية التي سكنت هذا الجبل. ومن التسميات الأخرى التي تناقلتها الروايات التاريخية بكثرة، حيث ينسب هذا الوادي في التسمية نسبة إلى أحد كبار الجن ويسمى عبقر، ويقال إن كلمة عبقري والتي تطلق على الشخص حاد الذكاء والفطنة والنابغ في أحد العلوم قد جاءت من ارتباط هذا الوادي عند العرب في الجاهلية. وأشهر رواية عن وادي عبقر أنه واد إذا نمت فيه ليلة واحدة أصبحت شاعرا مفوها القول عذب اللسان بليغ الكلام، وأن جميع الشعراء الجاهليين والذي يعد شعرهم المرجع والمصدر الأساسي في اللغة العربية قد جاء من على لسان الجن في وادي عبقر. ومن أشهر الكتب التي تحدثت عن الموضع كتاب جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، وهو يعد من أهم الكتب المصدرية، وهو أول كتاب وضع لتجميع شعر العرب في الجاهلية، فهو من أقدم الكتب التي قامت بعناية وبتجميع شعر شعراء العرب وتنسيقه وتبويبه. وتحدث أبي زيد في كتابه أن لكل شاعر من الشعراء الجاهليين شاعر من الجن يملي عليه أشعاره، وذكر في كتابه أسماء الشعراء وأسماء الجن الذين يقولون الشعر لهم. وقد جاء في كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني حكاية عن جرير والفرزدق، وهم من أشهر الشعراء الذين كانوا دائما في تنافس وهجاء لبعضهم البعض. وذات مرة تغنى الفرزدق وتباهى أن شيطانه الشعري أفضل من شيطان جرير، وذكر الفرزدق أن شيطانه هو شيطان جرير، إلا أنه من فم الفرزدق أخبث. وقد تنافس الشعراء فيما بينهم حول من كان شيطانه أفضل، وقد آمن العرب في الجاهلية بتفوق الذكر على الأنثى حتى ولو كان من الجن، وأكد على ذلك أبو النجم، فهو يؤمن بتفوق الذكر فيقول: إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. في النهاية كثيرة هي الحكايات عن وادي عبقر وصحراء شبه الجزيرة العربية والتي دائما ما تحوي العديد من الحكايات، فهل نستطيع إثبات الحقيقة في زمننا هذا؟ ولمن يرغب في إثبات الحقيقة لنفسه فيمكنه الذهاب بنفسه إلى الجبل، فها هو الجبل موجود والوادي متواجد، فهل لو أتيحت لك فرصة الذهاب له هل سوف تذهب؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.